بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Today I'm going to talk about RNA synthesis and splicing. بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن DNA كstructure وتكلمنا عن DNA replication. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن RNA كstructure function والRNA synthesis وشلون راح يطلع لنا البروتين. What is the structure and function of RNA? الRNA أو نسميه بالribonucleic acid is made up of nucleotides containing the sugar ribose. إذا نتذكر بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الDNA، قلنا عبارة عن nucleotides containing the sugar اللي هو كان deoxyribose. هنا ايضا عندنا نيوكليوتيدز وعندنا فوسفيت وعندنا شوجر، لكن هنا نسميه الريبوز. الفور نيوكليوتيدز اللي هن الادينين يوراسيل سيتوسين جوانين، بينما بالدي ان اي كان عندنا ادينين مكان اليوراسيل، هنا هناك ثايمين سيتوسين اند جوانين. راح نشوف هذا الفيجر راح يبين لنا شنو العمليه. الدي ان اي يصير له ريبليكيشن، يتضاعف. الدي ان اي بعمليه اللي نسميها بالترانسكريبشن اللي تعتبر اول ستيب بالجينيك سبريشن، ينطيني الار ان اي او اللي نسميه بالام ار ان اي، والام ار ان اي اللي هو الماتشور ام ار ان اي راح يصير له ترانزليشن تو بروتين. وراح نحكي اليوم الدي ان اي شلون يتحول الى ار ان اي والار ان اي شلون يصير بروتين. RNA is divided into coding and non-coding RNAs. الكودينج اللي راح يدخل بعملية التشفير اللي يتحول إلى mRNA إلى بروتين، والنون-كودينج إشلون اللي ما راح يدخل بعملية تشفير وإنما إلى دور آخر راح نبينه بالتفصيل. الكودينج RNA is a messenger RNA which is translated into protein مثل ما بينت بالفيجر السابق. أما الـ non-coding we have three types of non-coding: ribosomal RNA اللي هو R small RNA, transfer RNA اللي هو tRNA والـ small RNA. DNA RNA differences and similarity, we have some similarities and differences between them. Both of them have a nucleic acid composed of nucleotide. اثنيناتهم بهم nucleotides. موجود بهم الشجر والفوسفيت backbone. Four different types of bases. راح اكو اختلافات راح نبينهم بالdifferences. الDNA موجود بالنيوكليوس والميتوكوندريا، بينما الRNA موجود بالنيوكليوس وموجود بالسيتوبلازم. DNA represents a genetic material، بينما الRNA helper to DNA. But in some viruses will be a genetic material like coronavirus. الشجر الموجود هو ديوكسي ريبوز، بينما الشجر بالRNA هو ريبوز. البيسز أدينين ثايمين سيتوسين جوانين، موجود أدينين يوراسيل، هنا الاختلاف سيتوسين جوانين. هنا يكون دبل ستراند دبل هيليكس، بينما الRNA راح يكون سنجل ستراند. الـ DNA يصير له transcription يتحول إلى RNA، بينما الـ RNA can be translated to give proteins. الـ DNA just one type، بينما الـ RNA we have three types اللي هو messenger ribosomal transfer RNA. Messenger mRNA اللي يتسميناه بالcoding RNA is produced in the nucleus باعتبار انه يحتاج للدي ان اي، هو يجينا من الدي ان اي والدي ان اي موجود بالنواه، ف produced in the nucleus where the DNA serves as a template. احنا نعرف انه الدي ان اي هو دبل هيليكس، نحتاج انه الدي ان اي هذا الدبل هيليكس يصير له انودنج، ينفصل الكومبلمنتري بيس يعني الاواصر اللي تربطهم راح تنفصل، فراح يصير عباره عن تو ستراند مفصولين مع بعض بنقطة معينة، فواحد منهم يكون تمبلت حتى ينصنع منه الامارني اللي راح نسميه بالسنس ستراند. الامارني this type of RNA carries a genetic information
for protein synthesis from the DNA to the ribosome in the cytoplasm. المكان اللي يصنع به البروتين. يشكل 3 إلى 5% من total cellular RNA. بينما النوعين الباقيات اللي هو الريبوسومال RNA اللي هو along with the protein makes up the ribosome اللي يصنع منه where protein are synthesized موجود بالريبوسوم يشكل 80% من total RNA of the cell. الترانسفير هذا اللي راح يقوم بدور نقل الأمينو أسيد it plays a role in transferring amino acid فهو اللي ينقل الأمينو أسيد للريبوسوم فالترانسفير كأنه ناقل مثل الطيارة يجيب الأمينو أسيد يوصله للريبوسوم يسمونه بعض الأحيان soluble RNA because it's too small to be precipitated by ultra centrifugation at 10,000. What is the structure and function of protein? The protein, مثل ما تعرفون, هو متألف من subunits يسمونها بالأمينو أسيد. Proteins are composed of subunits called amino acids. عندنا about 20 different amino acids are commonly found in proteins. The protein إلى وظائف مختلفة. ممكن يدخل بالstructure مالت cells. Support the cells وممكن يعمل كإنزيم راح يقوم بعملية إلى يؤدي إلى عملية أخرى مثل aldehyde hydrogenase as an example. The genic suppression has two steps. The first one called the transcription, while well, second one called a translation. At the molecular level, a gene represents transcriptional unit. الجين راح يمثل لي transcriptional unit. It can be transcript into the RNA. فال DNA راح أشوفه بأكثر من منطقة بـ promoter region والterminator region اللي هم كلهم النيوكليوتايد اللي نستخدمهم بعملية الترانسكريبشن. فراح نشوف بال DNA موجود البروموتر والterminator والregulatory sequence. هذا DNA هذا structure مالت DNA وهذه القواعد النيتروجيني أدينين وثامين ثامين وأدينين سيتوسين وإيجوانين وهكذا part من عندهم نسميه ال promoter region اللي راح يجي ال RNA polymerase يرتبط هنا binding site وأكو initiation codon وموجود عندي ال initiation codon اللي راح أعرفه منه وعندي ال terminator فال promoter هو a regulatory region of the DNA when transcription of gene is initiated. It represents RNA polymerase binding site for signal of beginning, بداية الدمنا. A terminator هو section من DNA of nucleic acid sequence that makes the termination. ما بينهم يسمونهم regulatory sequence. بالmRNA عندي ribosomal binding site هو عبارة عن ribosome binding اللي translation begins near to the this site of mRNA. موجود عندي اللي start codon اللي هن three specific codon nucleotides يسمونهم adenine uracil guanine. هذا هو اللي start codon اللي راح أعرفه شلون يعطيني البروتين لازم يبدي العملية تبدي بأول واحد اللي هو AUG اللي يسمونه start codon وعندنا three stops codon راح نتكلم عنهم وعندي الكودونز شنو الكودونز مثل ما ذكرت بالمحاضرات السابقة codons are three nucleotide sequence within mRNA that specific a particular amino acid. يعني يجون كل ثلاثة ثلاثة سوا بس هذا أيضا نسميه codon بس إلى خصوصية سميناه start لأن تنشئ بداية ال translation يبدأ بي. فالترانسكريبشن هو ال DNA يتحول إلى RNA. During the transcription a section of the DNA, قطعة من DNA, serves as a template, كقالب to production of RNA molecules. يعني من يبدي عملية الترانسكريبشن القطعة من DNA راح هي اللي تبدي عليها عمليات الترانسكريبشن. الستيجز هن initiation, elongation, termination راح نعرف كل واحدة. بالinitiation step احنا قلنا بالDNA اكو promoter site فالpromoter functions as a recognition site for a transcription factor. بالبروموتر احتاج transcription factor
هذول شنو فائدتهم؟ enables للRNA polymerase to bind the promoter region. وبعدها من يجي الRNA polymerase يرتبط بالpromoter site, الDNA يصير له denaturated, راح ينفصل يصير مثل البابلز ينفتح. إذا نشوف هنا الفيجر, هذا الستركتشر مالت الDNA, قلنا الجزء الأول احنا شرحناه سميناه promoter, والجزء الأخير سميناه terminator, وما بيناتهم الregulatory sequence. وقلنا الRNA polymerase bind هنا راح يجي بالbinding site هنا بالمنطقة الأولى, فمن راح يجي الRNA polymerase يرتبط هنا راح يصير الunwinding للdouble strand DNA, ينفصلون جزء من الRNA يبدي يضيف الcomplementary bases مثلا ثايمين أدينين, بعدين يضيف بالخطوة الثانية اللي نسميها بالإلونجيشن, هذا الجزء نسميه sense strand لأنه acts as a template for RNA, بينما الثاني اللي ما راح يصير به عملية تصنيع للأمRNA يسمونه anti-sense strand. هذا الجزء الأول اللي نسميه بالإنشيشن. الإلونجيشن من راح يجي الRNA polymerase يتحرك باتجاه sense strand ويضيف الكومبلمنتري بيس, يضيف القواعد النيتروجينيه على طول الدي ان اي الى ان ينتهي بنهايته, هذا حتى يصنعني الار ان اي. من يوصل لنقطه معينه تبدا عمليه التيرمينيشن, يعني تجي السيجنال توقف هاي عمليه التصنيع, فينفصل الام ار ان اي من التمبلت ويرجع الدي ان اي يصير دبل هيليكس ويرتبط مع بعض والام ار ان اي ينفصل. فالإلونجيشن يبدي الRNA polymerase يبدي يضيف القواعد النيتروجينية على طول السنس ويتحرك بهالاتجاه, فهذا اللي يتكون اللي بهذا اللون هو الmRNA إلى أن ينتهي ويوصل للترمينيتر. الDNA يرجع الوضع يرتبط واحد مع الثاني والmRNA اللي راح يتكون. فالترانسكريبشن can be summarized as the following. It takes place in the nucleus. قلنا هي راح تكون بالنواة وتعتبر the first step بالجين expression. The process بدايتها تحتاج unwinding للDNA segment. قلنا الDNA لازم ينفصل, واحد من عنده يعتبر قالب. The complementary RNA nucleotide أكيد راح يجي الRNA polymerase يبدي يسوي لنا the complementary RNA nucleotide pair with DNA nucleotide, لكن هنا عندنا راح يجوي ثامين يوراسيل, هنا الاختلاف. ال RNA polymerase is needed for joining together RNA nucleotides. ال DNA act as a template for RNA, قلنا جزء من عنده يكون template اللي سميناه بالسنس. ال start نقطة البداية اللي سميناها بال promoter region, start of gene in the direction of transcription is called promoter, نقطة البداية اللي يبدي بها transcription سميناها بالبروموتر. الmRNA form direct protein synthesis, الmRNA اللي يصنع راح يبدي هو اللي يعطينا البروتين. هذا الmRNA strand is shorter than DNA. ليش؟ هذا سؤال مهم. Because only certain of segment or portion of the DNA اللي هو الإكزون would be bind to the mRNA. الDNA راح أشوفه عبارة عن قطعتين, قطعة نسميها intron واللي بصفها قطعة إكزون, إنترون واللي بصفها إكزون. الإكزون هي اللي راح تدخل بعملية التشفير والإنترون لها وظيفة ثانية راح نعرفها. فالDNA من يصنع للmRNA راح فقط الإكزون يرتبطن, الإنترون راح ينفصلن عن طريق إنزيم اللي نسميه بالسبليسوم. فالإنزيم اللي هو السبليسوم is required for cutting the primary mRNA, بيشيل لي كل الإنترون ويبقي لي فقط الإكزون, ذلك التركيب مالته راح يكون اقصر من الدي ان اي. اما الانترونز اللي هم وظيفه allows crossing over with the gene during meiosis, فهاي الوظيفه مالتهم. زين اجاني صار عندي ام ار ان اي, شنو اللي راح يصير؟ Before the transcription ام ار ان اي leaves the nucleus, يعني هذا الام ار ان اي قبل ما يغادر النيوكليوس ويروح للنواة for translation in the cytoplasm, then the newly synthesized, هذا اللي صنع بالنواة يسمونه amateur mRNA,
لازم يصير لعملية السبلسينج، ينقطع الانترون منه حتى يصير ماتشور ام ار ان اي، وهو المهم بالعمليه. فالاماتشور موجود بالاكزون والانترون، فالانترون راح يصير عمليه انفصال ويطلع ويبقى فقط الاكزون مثل ما قلنا. فالاكزون هو فقط اللي راح يبدا يدخل بعمليه البروتين سينثيسيس. فالانترون هو سيجمنت من الدي ان اي but is not a part of the gene. هو راح يعتبر قطعة قلنا من الـ DNA but do not code for function of protein. زين الـ exon راح يعتبر أيضا قطعة من الـ DNA وشنو يعتبر code للبروتين synthesis. مثل ما نشوف هذا الفيجر موجود عندنا الدبل ستراند دي ان اي، هذا الدي ان اي، وموجود عندنا بارت اللي يبدا يعتبر الانشيشن اللي يسمونه بروموتر دي ان اي. هنا هذا البارت راح يجي بي دي ان اي بوليمريز بايندينج سايت، هنا راح يصير وترتبط هذه عمليه تعتبر اول وحده بعمليه الانشيشن. هنا بعد ما اجى الار ان اي بوليمريز بدا فصل الدبل ستراند، صارت البابلز، صار انويندينج هنا، وتبدي الـ RNA polymerase يبدي يضيف القواعد النيتروجينية تستمر حتى يصنع الـ mRNA، يرجعون يتحدون مع بعض والـ mRNA ينفصل. هذا هنا موضوع عندنا الكودون، قلنا عبارة عن 3 نيوكليوتايد. احنا هنا عندنا أربع قواعد، وبأربع قواعد إذا ريدنا نضربهم فنشوف إيش قد النتيجة. أربعة الـ UU راح ينطينا UU يو باعتبار واحد اثنين، وينطينا التفاصيل بالنسبة للنيوكليوتايدز باعتبار هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. في يو 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 صار يو 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 سي يو يو اي يو يو جي وهكذا. فعندنا أربعة في أربعة في أربعة، يصير عندي 64 كودونز. فقط واحد منهم نسميه الستارت كودون اللي هو الاي يو جي، ثلاثة منهم يسمونهم الستوب كودونز اللي هو يو اي اي يو اي جي يو جي اي، اما البقية كودونز عادي اللي حكينا منهم يكونون بداخل الريجوليتر. يعني بعد ما طلع عندي الماتشور ام ار ان اي، هذا الماتشور ام ار ان اي راح يصير له translate to protein. The next stage in the cytoplasm called the translation, each mRNA molecules becomes attached to one or more ribosomes. يعني هذا mRNA راح يرتبط ويا الribosomes، واحنا راح نعرف ان الribosome عبارة عن two parts, small unit واللarge unit. فالprotein synthesis we have three steps: initiation of translation, elongation and release. بالانشيشن شنو اللي راح يصير؟ الريبوسوم binds to the mRNA، راح يجي الريبوسوم اللي هو the small subunit راح يرتبط ويا ال mRNA at start codon، باعتبار قلنا ال start codon هو البداية الانشيشن لعملية للtranslation. بعدين تجي ال large subunit تجي فوقهم joins to small subunit وراح يكون بيناتهم الامارني. هاي هي عمليه الانشيشن. بعدين يجي الالونجيشن، انه تي ار ان اي كومبلكسز بايند تو ذا ام ار ان اي كودون، راح يجي تي ار ان اي يرتبط ويا الام ار ان اي كودون بالستارت كودون، يعني فورمينج ا كومبلمنتري بيس بير وذين تي ار ان اي انتي كودون، وراح اشوفكم اياه بالفيجر. The ribosomes moves from codon to codon. راح باعتبار انه هو راح نعرف انه الريبوسوم large subunit بها بارتين اللي هو ال A وال P، وراح نعرف شنو الوظيفة مالتهم. The amino acid are added one by one. وال release من نوصل لنقطة معينة يجي الستوب كودون ويفصل لي التركيبة. راح اجي للستركتشر. قلنا ال mRNA يعتبر مثل الخيط او الشريط، مو يرتبط ويا السمول سب يونت ويجي اللار سب يونت يرتبط معهم. هنا مثل ما قلنا هذا الام ار ان اي
وهذا الستارت كودون هنا موجود بالامارني سمول سب يونت ارتبطت واجى اللارج سب يونت اللي هو بي بارتين الاي سايت والبي سايت. الرايبوسوم هاز تو بايندينج سايت قلنا الاي والبي وير كودونز بايند تو انتي كودونز. الانتي كودون اللي يجيب التي ار ان اي هذا يعتبر انتي كودون باعتبار هذا كودون هنا ويجي هذا الانتي كودون هنا. ال ATRNA pairing a polypeptide is at the P site. فهذا بما أنه موجود peptides فيسمونه polypeptide P site لأن موجود B peptides موجودات بينما هنا ماكو peptides فقط الانتيكودون. فالنيو TRNA اللي راح يجي منا ويرتبط هنا is approaching the A site راح يجي هنا بهالمنطقة. هذا T RNA اللي يشيل لي الأمينو أسيد بثلاثة اللي يسمونهم أنتي كودون وراح نشوف العملية بالتفصيل بالسلايدات اللي بعدها. فالترانسليشن can be summarized as the following: takes place in cytoplasm بينما ذيش كانت بالنيوكليوس الترانسكريبشن. الترانسليشن يعتبر second step in genic separation بينما هنا كانت first step. موجود عندي الريبوسومال ار ان اي زائد البروتين موجود بالريبوسوم ان ذا سيتوبلازم اما ان يكون فري او يكون باوندد للسيرفيس اوف اندوبلازميك ريتيكولم. قلنا الريبوسوم عباره عن كونسيست اوف تو سب يونت اللي هي اللارج سب يونت اللي هي عباره عن تو ار ان اي مولكيولز بلس بروتين بينما السمول سب يونت بيها اونلي وان ار ان اي مولكيولز بلس بروتينز. mRNA is translated by one ribosome, which is specific for one amino acid. A tRNA transfers one amino acid to the ribosome. ناقل مثل الطيارة تنقل الأمينو أسيد تجيبه. والcomplementary base pairing between mRNA اللي يمثل للكودون والtRNA اللي يجيب للأنتيكودون حتى يرتبط وياه. Result راح ينطيني result is genic separation that leads to protein synthesis. هذا الآخر سلايد يعتبر ملخص للبروتين synthesis. راح نشوف نبدي من هذه النقطة. قلنا structure موجود عندي small subunit من الريبوسوم راح يرتبط بها mRNA والmRNA بالstart codon اللي هو AUG هنا هذا يعتبر الstart codon واللي راح يجي بي الانتيكودون اللي شايلة tRNA ويجي السب اللارج ريبوسومال سب يونت يرتبطون مع بعض. فبهذه العملية سميناها بالانشيشن. فبالانشيشن اللي سمول ريبوسومال سب يونت والفيرست tRNA واللارج ريبوسومال سب يونت كم توجذر اجوا مع بعض. هذا الستركتشر موجود. راح تبدي الإلونجيشن. الإلونجيشن هو عبارة عن two steps. The first stage of elongation اللي هو tRNA polypeptides it at the P site. إن الأول واحد اللي شفر لي كان بالP site. اللي P site يعني B موجود polypeptide راح يتكونون خلال عملية النقل. زين. And the new amino acid راح يكون شنو؟ موجود بالA site, a new one, okay. The polypeptide will transfer. هذا الموجود هنا راح يصير له transfer to peptide. راح يتحول إلى peptide amino acid. ومن يكمل راح يطلع بالستيب الثانية, second stage of elongation. The ribosomal has moved to the right side. من هنا يتحرك. فهذا اللي كان هنا anticodon لأول جزء. اللي هو الستارت كودون طلع اجى اللي كان موجود بالاي يتحرك هنا حتى يجينا النيو تي ار ان اي يجي هنا وهكذا تستمر عمليه بالحركه. النتيجه التيرمينيشن راح يجي بالتي ار ان اي حامل واحد من الستوب كودونز راح يجي هنا فراح ينفصلون كل الستراكشر من بعض فراح يطلع للام ار ان اي مفصول والتي ار ان اي ينفصل ويجيني البولي بيبتايدز او البروتين. بهذا المقدار تقريبا اكتفينا ان شاء الله من
شنو عملية الترانسكريبشن أو شنو عملية الترانسليشن. ممكن تستفادون من اليوتيوب، راح يبين لكم بالتفاصيل شرح فيديوي شلون راح تبدي عملية الترانسكريبشن، شلون تبدي عملية الترانسليشن، شلون تبدي أيضا عملية الدي ان اي ريبليكيشن. أنا حاول أضيف بعض الموفيز بالكلاس روم لكم، ممكن تساعدكم بالفهم. بهذا المقدار إن شاء الله أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.